صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBCI. اكتب حلمك هو التحدي الذي طرحته صحيفة السفير على شكل حلم بعنوان للعام 2054، ومن يكتب هذا الحلم العنوان يتصدر عنوانه الصفحة الأولى للصحيفة. قد يكون ما طرحته السفير هو محاولة لاستشراف المستقبل، أو هو مساحة للتعبير عن أحلام المواطنين اللبنانيين والعرب، أحلام قد تتحول إلى حقائق ربما. في نهاركم سعيد اليوم نستضيف أحمد سلمان المدير العام المساعد في صحيفة السفير ليحدثنا عن هذه الفكرة وخلفياتها وطموحاتها. وفي الجزء الثاني من نهاركم سعيد نستضيف الدكتور ألفريد رياشي رئيس التجمع الاقتصادي الاجتماعي من أجل لبنان، وسيتحدث عن مشروع اللامركزية الاقتصادية. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. أهلا فيك. بدنا نشوف شوي نحن وياك حركة السير صباح هذا اليوم الاثنين. عم نشوف باتجاه بيروت زحمة سير، باتجاه الشمال الحركة طبيعية، هيدا أوتوسترا جونية. منطقة الدورة كذلك الأمر باتجاه وسط بيروت في زحمة سير، باتجاه نهر الموت الحركة عادية وشوية ضغط سير عند مستديرة الدورة. بولفار شارل الحلو عم نشوف حركة السير طبيعية باتجاه الصيفي وسط بيروت وباتجاه الكارنتينا وأيضا باتجاه المرفأ، ما في زحمة سير. ساحة ساسين بالأشرفية كمان الحركة طبيعية. شارع الحمراء كمان الحركة طبيعية مع توقف عند التقاطعات الرئيسية بهالشارع. كورنيش المزرعة عم نشوف ضغط سير بكل الاتجاهات. طريق المدينة الرياضية المطار ما في زحمة سير باتجاه نفق سليم سلام ولا باتجاه المطار. ساحة النجمة بمدينة صيدا كمان الحركة فيها طبيعية. استاذ احمد، يعني اكتب حلمك، منين اجت اول شيء هيدي الفكرة؟ يعني هل هي فكرة نابعة انه شفتوا بالفعل في احلام عند اللبنانيين، في احلام عند العرب، في هيك محاولة مثل ما قلت لاستشراف المستقبل، او بالفعل ليعبروا هالناس عن احلامهم؟ هي الاثنين سوا. اليوم بالواقع اللي عم نعيشه، يعني الاحباط اللي عم بيعيشه المجتمع العربي اذا بدك، فرصة تعطيها لتقول للناس تعالوا نتخيل مع بعض كيف حتكون الدنيا بكرة، وتحرضوا نوعا ما ليقدروا يتعاطوا مع هذه الفكرة انه اللي بدي اياه يكون بكرة بدي بلش اعمله من اليوم لحتى يتحقق بكرة. هي الفكرة بلشت السفير بعد بكرة يوم 26 الشهر، بيكون مرق 40 سنة على صدور العدد الاول منه. عشان هيك حطيت يعني 2054. مزبوط. حسبنا قلنا بدل ما نطلع بال40 سنة اللي مرقوا، مع انه غنايا وبالنسبة لنا كتجربة إعلامية ومهنية حققنا كتير منعتبر، قلنا خلينا نطلع على الأربعين سنة الجايين لقدام، شو العناوين اللي الناس بدها تقراها بالصحف أو حتقراها بالصحف سنة 2054 إذا مسكت الجريدة وعم بقراها. في جزء نحن عم نساهم نحطه مبني على هيك استشراف، أو إن واحد يرجع شوي يشوف شو الترندز، شو المسارات اللي عم تحقق، وجزء طلبنا من القارئ هو يحطه. وهي هون محاولة انه اوكي اليوم وضع صعب، اليوم في اشياء ما عم نقدر نحققها، خلينا نتخيل انها حتصير بعد 40 سنة، شو هي الاشياء اللي بتحبوا تقروا عنا بالجريدة بعد 40 سنة. في تجاوب من قبل القراء؟ يعني عم تلاقوا تجاوب؟ في تجاوب كتير كبير. نحن عملنا على صفحتنا على فيسبوك ابليكيشن بيقدر واحد يحط العنوان فيه وبيطلع على الصفحة الاولى تبع جريدة السفير، وهو ساعتها بتشاركها مع أصدقائه وأصحابه، بقى عم بيصير في كتير حركة دخول على الصفحة ليحطوا الناس العناوين اللي بيحلموا فيها. ويعني المواطنين أو الناس اللي عم بيفوتوا يحطوا هالعناوين هني فقط من لبنان أو كمان عم بيكونوا من خارج لبنان؟ من خارج لبنان، من يعني وين في عربي عم بيقدر يعرف بالحملة عم بيكون. طيب صار صادر أربع أعداد، خلينا نشوف هالأربع أعداد سوا نحن وياك. يعني من وقت ما بلشتوا بأكتب حلمك وهيك نفرج المواطنين شوي شو هي هالعناوين مثلا يلي صدر. العدد أول عدد طلع في يعني المحاولة، أولا عم نقول أنه 80 سنة على الطريق. أول شيء عم نقول أنه الجريدة رح تستمر لبعد 40 سنة لقدام.
مع انه التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي ممكن تقول بالضبط الجرائد المطبوعه تبطل موجوده على حالها. نحكي وهذا سؤال مطروح هلا انه بظل التكنولوجيا وغيره عم نقول نحن لا الجريده مستمره يمكن ما نطبع على ورق بس انه بده يكون في شيء واحد يمسكه بايده ليقرا. عم نقول انه السفير بقي بعد 40 سنه ان شاء الله وهيدي الفكره الاولى يعني. من العناوين المطروحه مثلا انه الرئيس هجريان معناها انه طائفة الرئيس ما بقى الرئيس اللبناني من بيت هجريان مثلا ممكن يكون من بيت اي حدا. هي فكرة انه المواطن تغلب على الطائفية وانه يصير اللبناني هو كمواطن يعني هو بيطرح حاله مش بناء على طائفته او مذهبه او غيره. في سعر برميل المي العذبة يعني اليوم نحكي ببرميل النفط بعد 40 سنة حتصير المي العذبة نادرة لدرجة بده يصير الناس الى بورصة يعني. مونديال روبويات لحال ومونديال البشر لحال بالبرازيل. منتخب اللبناني والمنتخب الفلسطيني لعبوا بحيفا وتعادلوا. معناها بشكل غير مباشر نحن صرنا نقدر نروح على حيفا لنلعب ماتشات فوتبول والمنتخب الفلسطيني يعني ايه والمنتخب الفلسطيني دولة اسرائيل زالت من الوجود يعني يعني وحيفا تحديدا لانه هي باراضي 48 مش لا بالضفة ولا بغزة يعني هي بصلب الاراضي المحتلة. هيدي عناوين العدد الأول اللي هيك طرحنا فيها إذا بدك الفكرة. طب وقت الناس العاديين شافوا هيك الجريدة وفيها هالعناوين كيف كانت ردة فعلهم؟ صحيح نحن بقلب هذا الكفر في الجريدة تبع 2014 أوكي. صحيح وقالين هون إنه مثل حاطين نحن عدد استذكاري من 2014 حتى الناس طلعها. حسب ما إجينا ردود فعل الناس تفاجأت بس بشكل إيجابي يعني انه عم تقرا ومش فاهمين ليش عم تقرا هول العناوين صحيح لحد ما طلعوا على التاريخ وفهموا انه هيدي الحمله ونحن فسرنا بقلب العدد كمان. خلينا نشوف عناوين العدد الثاني. العدد الثاني كان عن انه هل تعود امريكا الى الوطن العربي يعني هي بتصير بالمقلوب الاشياء صار هي والوطن العربي هو التقل فيه والمركزيه فيه وامريكا انه بدها ترجع تسترضينا يعني ان شاء الله. جسر بيروت لارنكا وقف السير لأنه المتعهد قرر يعمل الصيانة بوقت مش مدروس منيح سواء على الأرجح يمكن يقيلوه أو يتعرقل تعجيد السير بين بيروت ولارنكا. هلأ كنا عم نحكي نحكي أنه في فكرة تربط الضي بليمسول أيوة مشروع أيوة نصير نهرب من العجقة نروح على لارنكا ونرجع نجي على بيروت. أنه بقطر في انتخابات رئاسية وابن مهاجر هندي بالقديم هو الأقرب للفوز بالرئاسة. ليش حقيته قطر يعني وابن مهاجر هندي مع أنه لا. في دول تانية في أكتر من يعني هي الفكرة أنه دولة خليجية اليوم محكومة من عيال أنه صار لا صار الحكم هو كمان بالانتخابات وبالديمقراطية وفي ترشح في جاليات بالضبط جاليات أجنبية حتى لو واحد منه من أصول عربية أو خليجية بيقدر يترشح هالقد صار في حقوق مدنية وديمقراطية. بالعدد الثالث في قصة عن الشريحة اللي بدون يزرعوا لنا إياها بجسمنا مشان تصير تعرف عن البيانات اللي يلي يعني بتقول مين نحنا وإنه هل هذا الشيء بجوز بيظل في انتخابات وإذا القيد الطائفي بدون يرجعوا يحطوه على الشريحة أو لا وصار في صراع كبير عليها. طبعا الناس ضد الطائفية وصرنا نحنا بمجتمع مدني. هلأ نشوف بالعدد الرابع هون في الحق بالخط العبري. الحق بالخط العبري الخط العبري باعتبار نحن في تكتب بالعبري يعني لا في ميزانية بتصرفها الدولة الفلسطينية لحتى يطوروا الخط العبري بالجامعات وهيدي الميزانية خفضوها آخر سنة بال 2053 يعني بقى اليهود عملوا أو يعني المتشددين عملوا مثل نوع من احتجاج أنه لا لازم يحافظوا على نفس الميزانية لا يقدروا يطوروا الخط العبري. كمان بدل على انفتاح النفسية العربية أنه نحن مش ضدهم نحن ضد الصهيونية بمعنى أنه كيف عم بيمرسوا القمع علينا. شجر على ظهر البيضر اللي هو موضوع بيئي كمان وله علاقة بهذه الجرود كيف بدنا نشجرها. وروسيا سلمت ليبرمان للأنتربول. ليبرمان باعتباره صهيوني وزير الخارجية الإسرائيلي يعني. على غرار كيف اليوم النازية بيتحاكموا بالعالم وبيتلاحقوا هيك حيصيب الصهيوني إن شاء الله. كلها محاولة. هيدا عدد اليوم طبعا اليوم اللي اشتروا الجريدة يمكن لاحظوا انه صار مارق 30 سنة على حكم المجتمع المدني بلبنان.
معناها بال 2024 بعد معنا 10 سنين لنحقق حلم المجتمع المدني. ايه صار في نوع من تجمع وتكتل وقرروا انه يصير القانون المدني وشكلوا قانون مدني واقر بمجلس النواب وهو صار معتمد بالمجتمع. بقى كانوا عم بيحتفلوا ب 30 سنة على هذا القانون. مجلس النواب برئاسة سيدة اسمها نيلة الحلو يقر قانون حماية الغابات. وهون صار في سجال كبير وانقسم مجلس النواب 24 صوت و36 صوت، يعني معناها صاروا 60 نايب بس. بس نزلتهم. ما ضروري يمثلوا كل الطوائف بقى انقسموا لأنه في 24 نايب بدهم يعملوا حفريات ليطلعوا بترول وغاز من تحت الشجر الغابات، وال36 هدوليك عم بيقولوا لا فينا نستفيد منهم طريقة. طب مين بيكتب الخبر يعني؟ هني يعني زملائنا وزميلاتنا المحررين هني بيكتبوا الخبر. مزبوط. في فريق عمل يعني بالجريدة عم يشتغل عليها، وفي مجمل الأخبار أو المنحة اللي عم ناخده باختيار الأخبار مبني على شو عم بيجينا من القراء. عناوين ونشرنا معظم العناوين اللي عم تجينا أو جزء كبير منها. يعني إذا بدك تصنفها، في الحلم طبعا بانتهاء طائفية بتعبر عنه بأنه صار عندنا دولة مدنية وحقوق للمواطن. وحدة عربية، أنه إزالة الحدود بين الدول العربية وإلى آخره. بالفوتبول، بالعلوم، بالهيدا، أنه نحن اليوم مثل نعتبر حالنا طش. بقى شوي شوي عم بتقدم لقدام، بتقدم وعم نصير بالطليعة. طلعنا على كوكب المشتري وزرعنا العالم العربي. يعني كلها أحلام إذا بدك بتعكس أكتر انه رفض للواقع المحبط والتعيس اللي عايشين فيه اليوم، وانه على امل انه بعد 40 سنه تكون الاشياء تحسنت. طب وقت واحد بيبعت هيدا العنوان ما بيبعت معه نص الخبر؟ لا، بيبعت العنوان. انتم الخبر انتم بتستوحوه من العنوان، بتاخذوا بتحطوا التفاصيل فيه. صحيح. طب سؤال كمان، انه يعني عم تقلي شو تركزت الاحلام، انه ما بتلاحظوا انه يعني في شريحه واحده عم 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 تحط هذه الأحلام؟ يعني شريحة يمكن مش كل اللبنانيين عم بيشاركوا بهذا الموضوع. نحن نتأمل يعني بس إن الشريحة يلي تقرأ السفير أو الشريحة يلي بتعتبر إنه الخط يلي منتهجته هذه الصحيفة هو خط يمثلها. ممكن، بس عم أقولك سألتني بالأول، في كتار عم بيجوا من خارج لبنان عم بحطوا لبنانيين وعرب ومن البلاد العربية. نحن عم نجرب نتوجه لكل الجمهور، لكل القراء. عم نجرب هاي الحملة تكون بتقول يعني بالنهاية انه نحن منحلم سوا نفس الأحلام بعد 40 سنة. مين ما بيتمنى انه يكون بلده مزدهر وانه يكون مجتمعه متماسك وانه يلاقي فيه فرص العمل اللي بيحبها وفرص تطوير نفسه وتطوير بلده، ويصير في عنا علماء ويصير في عنا لعيبة محترفين بالرياضة وفنانين عالميين. مين بيختلف قد ما كان بالسياسة بيختلفوا الناس، بس مين بيختلف على هيدي الأحلام يلي بالنتيجة كل واحد يمكن بيجرب يحققها على طريقته، بس كل الناس بتحلم فيها بالآخر. ونقينا فيسبوك ونقينا السوشيال ميديا ونقينا الانترنت باعتبار انه نحن ما بدنا نحصرها بس بقراء السفير، نحن فاتحين الحملة لأي حدا بحب يشارك خلالها. وغير هيك كمان توجهنا ل أهالي، يعني مجموعة من أهالي اختصاصات. عند الأدباء، الكتاب، الشعراء، الفنانين، المخرجين، المسرحيين، مصممين الأزياء، مصممين المجوهرات، يلي بيتجرب السيارات، صناعيين، وكلهم سألناهم شو رأيهم لأربعين سنة لقدام، كيف بتخيلوا حيكون شغلهم، كيف تخيلوا حيكون يعني المواد اللي بيشتغلوا فيها. وكمان خصصنا مساحة للمعلنين وقلنا لهم أنتوا بعد 40 سنة كيف تتخيلوا التواصل اللي بتقوموا فيه، وكيف شو هي الإعلانات اللي حتكونوا عم بتحطوها لحتى توصل الفكرة للناس. يعني طلبنا منهم يصمموا إعلانات كيف بدها تكون بعد 40 سنة. في تجاوب من قبل كل هالشرائح اللي حكيت عنها؟ في تجاوب كتير كبير، بالعكس يعني في، لأنه المنحة الإيجابية اللي أخذته الحملة عم بيشجع الكل يكونوا جزء منها، لأنه بتطلعنا من الواقع اللي هيك التقيل شوي اللي عم نعيش فيه اليوم. ولأنه بتحط للناس التزامات بدها تقوم فيها خلال العشرات السنين اللي جاية
لتحسن هذا الواقع. قديش تعتقدوا أنتم يعني كصحيفة قادرين أنكم تأثروا بهذا الواقع وأنه تخلوا فعلا بعض هالأحلام يعني القابلة للتحقق أنه يمكن تصير حقيقة أو تشتغلوا لحتى تحاولوا تخلوها تصير حقيقة؟ نحن من بشكل يومي نصدر ومنجرب نقول شيء ومنجرب نخلق حالة وعي بالمجتمع لحتى الناس بس تضل على معرفة بالأشياء وتشوف كيف بدها تاخدها. بالإعلان اللي عملناه على التيفي وعم بينعرض على الـLBC بيقول بيكون اثنين قاعدين مع بعضهم بالسبعينات بيقول له امشي نروح بكرة نشرب قهوة بالحمرة. بيقول له ما شايف المتاريس وكيف بدنا نقطع على الحمرة ولا بأربعين سنة بنقدر نقطع على الحمرة. بيجي عنوان الجريدة اللي طلع وقت اللي الميليشيات انحلت وإن شاء الله ما بترجع يعني. بيرجع كمان مرة تانية بيقول له أنا المصريات اللي معي بيعمر فيهم بيت بالضيعة. بيقول له وين بالجنوب؟ من الإسرائيلي ولا بأربعين سنة ما بيطلع. بيرجع بيجي العنوان لما تحرر الجنوب وطلع الإسرائيلي وأنه بنته بتقول له نحن بكرة حنغير يا بابا. بيقول له ولا بأربعين سنة بتعملوا شيء. بتطلع على كل الانتفاضات اللي صارت بالشارع العربي أنه الناس عم بتجرب تغير يعني مبلش من الصفر. يمكن القصد أنه اليوم عناوين الجرائد هي بتعكس شو المجتمع عم يعمل وكيف عم يطور حاله. وفي كتير اشياء يمكن عن جد اليوم اذا منقولها واحد بفكر انه ضرب خيال او حلم بالمعنى انه هيك السرمدي يعني. ويمكن تتحقق وان شاء الله بتتحقق اذا هذا الشيء نحن بدنا اياه. قديش اليوم يعني باحد يعني اول عدد اللي طلعتوه بهذا الاطار باطار اكتب حلمك قلتوا انه يعني السفير كمان بعد 80 سنه انه السفير رح تكون موجوده. اليوم بتشعروا بالفعل انه في خطر على وجود يعني الصحيفة كصحيفة؟ هلأ بالشكل اللي بتصدر فيك اليوم في خطر بمعنى عم تتغير الوسيلة شوي. وسيلة شو؟ وسيلة الطباعة؟ بالضبط وسيلة الانتشار والتوزيع. يعني اليوم نحن منطبع مرة بالنهار تتوزع وتوصل على المكتبات. انت اذا بدك تعرف شو مكتوب فيها يا بدك تطلب انها توصلك على بيتك يا بدك تروح تجيبها. بينما كل الوقت معك التليفون تبعك اللي موصول بالإنترنت أو بمكتبك عندك شاشتك اللي فيك من خلالها تعرف كل شيء عم بيصير بالعالم. صار الوسائل الاتصال إذا بدك اليوم عم بتوفر مسافات بالطريقة الانتشار وتوزيع الخبر. نحن عم نجرب نستفيد من هيدا الشيء كأنه فرصة لنا لأنه بالنتيجة الوسيلة عم تختلف بس المضمون هو نفسه. اليوم المضمون اللي نحن بنقدر ننتجه بالجريدة أو أنتو بالتلفزيون هيدا بده مستوى من الاحتراف مش مين ما كان بيقدر يعمله. مع أنه اليوم في كتير مجال بالمحتوى الإلكتروني وعلى الإنترنت للأشياء اللي الناس هي بتخلقها من تلقاء نفسها بس هيدا الشيء ما بيقدر ينافس دايما المحتوى المحترف. عم بيطلع كتير اليوم مواقع بسموها مواقع أخبار أو صحيح. مواقع مش ضروري أخبار سياسية يمكن بكل المجالات سياسي وفن واقتصاد ورياضة بينقصهم بس الأساس اللي هو الركيزة اللي هي المهنية العمل الصحفي. هيدا بيضل شو ما تغيرت الوسيلة. وبهالمعنى نحن منآمن إيه إنه عنا دور مكملين. بالعكس فرصتنا اليوم نحن نوصل لجمهور أوسع يمكن. عنا إذا قراء اليوم عم بيقرونا من طوكيو هو اللي بحياتنا ما كنا نتخيل انه نقدر ننقرى بطوكيو يعني مثلاً. انت اليوم صرت تقدر توصل على كل انحاء العالم وين مزبوط. باي مكان في امكانيه للتواصل في انترنت بيقدر مين مكان يشوفك. صحيح. هيدي الفرصه ما كانت متوفره من قبل. لا ابدا ابدا. ونحن بالاول كنا نتعاطى مع موقعنا اللي على الانترنت انه هو موجه لجمهورنا اللي خارج لبنان. اليوم لا صار موجه بجزء كبير للجمهور اللبناني ولا الجمهور اللي خارج لبنان. ومستوى التوقع عند القارئ صارت اعلى كمان. صار بدون يعرفوا الأشياء هلأ وبدون يعرفوها بالتفصيل هلأ وما بقى بكفي بس أنك تنقلهم أخبار مبارح أو أنه لا بدك تتابع له طوال النهار. صحيح. وهذا بتصار تعملوه أنتوا على الموقع الإلكتروني تبع مزبوط عنا إيه على الموقع وعلى الخدمات الموبايل والأبليكيشنز وكل هاي الأمور. أنتوا كيف تحلموا تكون صحيفة السفير بعد 40 سنة؟ نحلم تكون عم تخدم القارئ اللي هو بالأساس. إذا اليوم بدي أقول لك أنا كيف تحلم تكون بالشكل كيف تحلم تكون بالمضمون يعني هذا أوكي هذا حلم من هالأحلام يعني ممكن تكتب عنه. صعب أتخيلها بالشكل بعد كتير بعيد 40 سنة لقدام. هلأ إذا واحد هيك بده يحط خيال بتتوزع يمكن بطريقة أقل كلفة شوي من الطبع والتوزيع بالكاميونات وبدك تروح على كل المناطق
وتوصل قبل الساعة كذا يمكن تصير تتوزع بطريقة هيك نستفيدين شوي من الاتصالات. بالنسبة للمضمون أنا برأيي بتغير على هو المجتمع كيف عم تغير، بس رسالتنا ورؤيتنا للأشياء واضحة، بمعنى أنه نحن الوالد السيد طلال دايما بقول اللي هو رئيس تحرير الجريدة ومؤسسها أنه رب عملنا هو القارئ. نحن كلنا بنشتغل عند هيدا اللي كل يوم بيروح بده يدفع 1000 ليرة ليشتري الجريدة. طول ما نحن عم نقدر نخدمه، طول ما نحن عم نكون عنا سبب للوجود. بالقضايا السياسية بتتغير حسب القضايا المطروحة، بس في ثوابت معينة. نحن إذا عم نشهد اليوم تفتت لمنطقة العربية مثلا، نحن ضد التفتت، نحن مع الوحدة، مع أنه الوحدة مش بس بمعنى الاتحاد هيك أنه الشعر يعني، لا، بالحالات الاقتصادية، بالأهداف السياسية، بأنه يكون عنا حياة كريمة كمواطنين، وهول اللي مكتوبين إذا بدك بافتتاحية 80 سنة، أنه نحن من 80 سنة عم ندافع على نفس القضايا، الكرامة الإنسان اللبناني والعربي يعني. هيدا الأساس. كنت عم تحكي هلأ بشوي أنه يعني أنه المواطن بيروح بيشتري الجريدة بألف ليرة، يعني تباع بألف ليرة، بعد 40 سنة رح تضل بألف ليرة كمان ولا خلص بصير ما إلى تمن؟ يمكن يمكن اليوم اليوم في كتير ناس بيقروها بلا تمن. صحيح. على الانترنت عم تنقرأ بدون تمن. وبالغرب يعني يمكن يكون عم يدفع تمن الانترنت، بس مش عم يدفع تمن الصحيفة. مظبوط مظبوط. وحتى لما عم بيشتري الجريدة اليوم عم يدفع حق الورقات 1000 ليرة، مش عم يدفع حق اللي مكتوبين عليه. مش عم يدفع حق اللي مكتوب 100%، ما بيعتقد حق الورق أكتر يمكن. صحيح. هلأ في واحد من القراء حط أنه بعد 40 سنة حيكون الليرة ب1500 دولار. بقى إذا الجريدة ب1000 ليرة بيكون يعني تعمل ثروة مليون ونص دولار، بتصير غالية شوي. اليوم اليوم يعني كيف بتشوف واقع الصحافة المكتوبة بلبنان؟ الواقع الحالي للصحافة المكتوبة؟ صحيح. خلينا عم نحلم بال40 سنة الجايين. ما هو إذا حكينا عن هذا الواقع اليوم منشوف كيف بدها تكون بال40 سنة، أو منحاول نحسن لحتى نوصل لهال40 سنة اللي بدهم يجوا. يعني الواقع منه كتير مشجع لأنه في عنده تحديات كبيرة. ما بدي يكون كتير هيك سلبي بالنظرة للصحافة اليوم بلبنان، بس ما في شك أنها عم تعيش صعوبات كبيرة. منبلش بالوضع إذا بدك الاقتصادي المالي اللي عم بيخلي السوق صغير لدرجة مش عم بيقدروا الجرايد يكتفوا بالمداخيل اللي عم بيجيبوها من الإعلانات أو من البيع ليقدروا يتمولوا ويضلوا مستقلين. من ناحية تانية في عندك اللي هو الانقسام السياسي اللي صاير بالبلد عم ينعكس حتى على الصحف بهيدي حالة التفتت. يعني إذا كل طائفة وكل مذهب بده يقرأ جريدة وما يقرأ غيرها، عم تخيل قديش بيصير عدد القراء يضمحل يعني. اليوم كل جرائد لبنان إذا مجموعة مع بعضها ما بتوزع وبتبيع أكثر من يمكن 40 أو 50 ألف نسخة، يلي هو بالنسبة لعدد السكان رقم كتير صغير. أكيد صغير. وبنوصل بعدين للمستوى المهني كمان، والأشياء اللي عم نقراها اليوم ببعض الصحف يلي فيها شوي هيك جو تحريضي وجو عم بخلي الناس يمكن تتضلل، وهذا الشيء مش مقبول. يعني نحن اليوم الصحافة اللبنانية عمرها من السنين ما يكفي لتكون هي مثل ما كانت رائدة بالصحافة العربية وبالإعلام العربي. مش لازم نفرط بهذا الشيء وهيك نفوت على، بس يمكن هذا يعني الانقسام المذهبي والانقسام الطائفي والانقسام السياسي الموجود بالبلد يمكن هو فرض هذا الواقع على أكيد. على الصحافة المكتوبة مثل ما فرضوا على كمان الصحافة المرئية والصحافة صحيح. المسموعة وكل الأنواع الصحافة. صحيح بالبلد. صحيح. وللأسف اليوم القوانين اللي موجودة لا تحمي المواطن من هذا الشيء موجودة على الورق فقط. في قانون لتنظيم المطبوعات ولتنظيم كيف يعني الواحد بيقدر يحمي حاله والصحفيين يحموا حالهم من خلال هذا القانون. وقانون المرأة ومسموع نفس الشيء، بس اليوم هذه القوانين مش عم تتطبق بمعانيها يعني بما ترمز له أو بما تساعد على ضبط هذا الانفلات إذا بدك. حتى اليوم المرأة ومسموع كمان إذا واحد بده يفكر ليش في بس 6 محطات مش أكتر، مش أكتر. وعلى اي اساس هاي 6 محطات؟ الستة انجا يقدروا يكملوا بعد.
كمان يعني الواقع اللي حكيت عنه اللي له علاقة بي 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 بما تعانيه الصحافة المكتوبة كمان تعانيه الصحافة المرئية والمسموعة خصوصاً ناحية التمويل كمان. مزبوط مزبوط. يعني اليوم بده يشوف واحد كيف بده يبدع حالات هيك لا يقدر يقلص مصروفه بس يحافظ على المستوى وعلى كيف عم تعملوا انتم بهذا الموضوع؟ عم نعاني صراحة، عم نتخبط شوي، بس بده يعني واحد بده يشتغل ليأمن لبكرة وبده يطلع على بكرة كيف بده يستمر. في قرارات صعبة مرات واحد لازم ياخدها، بس ضروري ياخدها ليستمر، وهو إذا حاسس أنه مستمر لأنه في له سبب وجود، إذن هناك ما يستدعي أنه يتدخل لحتى يحافظ على وجوده. شوي هيك كلام نظري قلت، بس لا مش قصة كلام نظري، بس بالآخر أنه في خطوات بدو أحد جامعي. يعني اليوم مثل ما قلت بالأول أنه اليوم مسألة الإعلانات مثلا في لبنان لا يمكن أن تغطي تكاليف مزبوط. الصحف التي تصدر في لبنان مزبوط. طب هذه الصحف مضطرة أن تفتش عن مصادر تمويل أخرى. نعم. قديش هذه المصادر التمويل عم بتكون يعني أنه ما بيقولوا هيك أنه مناسبة للصحيفة؟ ممكن ما تكون مناسبة، يعني هو هون كمان بيرجع للصحيفة. أكيد إذا واحد عم يفتش على تمويل وقبل بتمويل سياسي، معناتها قبل أنه هو يمكن ينشر إشياء مش مقتنع فيها أو ما بده إياها بس لا يحصل على التمويل. بس إذا الصحيفة بدها تحافظ على استقلاليتها بدها تدور على تمويلها من مصادر تكون ما بتأثر على موقفها السياسي أو ما تجبرها تقول إشياء خارج يعني خارج مهنيتها. وهذا الشيء صعب كتير وعم نعاني منه فعلا. منلجأ مرات ل طبعا يعني وسائل التمويل انه بالاستدانة او بالاقتراض، بس هيدي واحد بيعملها بشكل مؤقت بس ما بتأمن استمرارية على المدى البعيد. بتأمن استمرارية وبتزيد الأعباء من ناحية مزبوط. ومرات نطلب من المساهمين يرفعوا رأس المال بس كمان مش دايما بيستجيبوا، لانه بالاخر ما في افق اذا الوضع بيكمل هيك. بده واحد جرب يخلق فرص تمويل. كتير صعب، يعني عم بقول صعب لأنه نحن مش عم نلاقيها غير أنه نهجم لقدام ونشوف شو بنقدر نعمل شو بيطلع. يعني عملتوا مثلا هيدي اكتب حلمك، كمان هيدي فيك تسميها هجمة لقدام. مزبوط. يعني هل هجمة اللي عملتوها لقدام شو ضافت على الصحيفة؟ شو عطتكم زيادة عند القراء؟ شو عطتكم زيادة عند المعلنين؟ شو يعني ارتفع مستوى الناس يلي عم أو الناس يلي بيقروا السفير أو بقية الأمور على ما هي عليه؟ نحن عم نتأمل هيدا الشيء رغم صعوبته. نعرف يعني آخر كم سنة اليوم مستوى عدد القراء الصحف المطبوعة عم بيتراجع بنسبة ضئيلة ولكن مستمرة سنويا. عم نحكي يمكن آخر 5-6 سنين. عم نجرب نحن نرفع عدد القراء إذا منقدر، عم نجرب نقول إن نحن جريدة رائدة وبتفكر 40 سنة لقدام، تعوا فكروا معنا. عدد القراء يوم التنين عم بيزيد لما عم بيكون في هذا العدد الخاص. عم نجرب ننفتح على قراء مثل ما حكينا قبل، هن مش بالضرورة اليوم قراء سفير بس هن مواطنين وعم بيجربوا يلاقوا حدا يعبر عنهم، ونتأمل انه هيدي الحملة تقدر تعبر عنهم. بهالمعنى عم نعمل هجمة لقدام انه نوسع قاعدة انتشارنا ونرجع نذكر ناس بقدرتنا وبمهنيتنا اللي هي بدها تخلق ثقة عندهم ان شاء الله لحتى تعطينا سبب لنستمر. يعني اليوم كل ما قل ان شاء الله قارئ واحد، يعني عم نحكي على تراجع عدد القراء، كل قارئ منخسره منعتبر انه هذا الشيء لا يعوض وما لازم نحن نخسره. هلا بالمقابل عم بيزيد عدد قراءنا على الوسائل الالكترونية باعتبار الانترنت كان بالسابق على الكمبيوتر، هلا الانترنت صار على التليفون وعلى الكمبيوتر وعلى كل شيء، التابلت وعلى كلهم. عم بيزيد عدد قراءنا وهذا الشيء منيح، بس هذا الشيء بالمعنى الاقتصادي بعد تستفيد منه الصحيفة. بعد في جرايد، عم نحكي جرايد كبرى بالعالم، مش عم تقدر تلاقي هيك النموذج الاقتصادي اللي بخليها من خلاله تقدر تضلها مستمرة كمان وتأمن تمويلها. بس ما في مخطط عندكم أو ما في يعني شيء بيقول عندكم أو يؤشر حاليا أنه مثلا هذه الصحيفة تبطل تصدر بطبعاتها الورقية اليوم بالألفين يا سنة احنا 14 لا ما في شيء، بس انه 5 سنين 2 3 4 اللي هن بالعكس. ويمكن اليوم الأكترية بالنقاش اللي بيدور بالجريدة حول هذا الموضوع، الأكترية بيرجحوا بعد انه
تستمر النسخة المطبوعة من الجريدة. تعملوا نقاش بهالإطار؟ طبعا طبعا، يعني كلنا مهمومين بمستقبل مهنتنا ومستقبل مؤسستنا. طب هذا النقاش يعني مين بيشارك فيه؟ كل العاملين بصحيفة السفير طبعا. وتبادل الآراء بيكون لحتى تقولوا انه شو ممكن نعمل لا 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 لتستمر هذه الصحيفة. مزبوط، كل واحد بمجاله. نحن يعني نجتمع بشكل يومي بالجريدة طبعا، اكيد في اجتماع تحرير، مجلس التحرير، وفي اجتماع اسبوعي كمان. هذا بصير النقاش شوي بياخد هيك بعد تاني غير الشيء اليومي للمتابعة. وفي الاجتماعات اللي بنعملها ممكن شهريا او كل فترة لحتى نحاول نطور عملنا من خلالها. وكل فكرة واحد مين كانت اكتب حلمك؟ هي بلشت يعني طلعت من شيء اجتماع من هول الاجتماعات ولا هي كيف؟ بلشت يعني صرنا تقريبا سنة عم نفكر بالحملة. السلوغان هو الاستاذ طلال اللي نقى، هو دايما بيرجع بيجسد الافكار اللي عم نحكيها. تحية كبيرة. بلشت اذا بدك عم نجرب نقول نحن كيف اليوم انزل صرنا 40 سنة بهذا الوضع، واحد كيف يقدر يحتفل بالمعنى اذا بدك هيك البهجة تبع الاحتفال. بقى فكرنا نحن كيف بدنا نطلع لقدام، لانه فعلا يوم مصيرنا على المحك. بلشنا نتشاور، ساعدنا هيك رفاق درب مثل استاذ رمزي النجار انه نحدد هيك نحط استراتيجية للحملة. نحن ما بدنا بس نعمل دعاية يعني تخلص الدعاية ويخلصوا المناسبة الأربعين سنة ويكون وقفت. حطينا استراتيجية اللي بنقول من خلالها كيف بدنا نتوجه لكل اللبنانيين لكل المواطنين، من دون ما بس كون عم توجه لقارئ السفير اللي منوجه له تحية كمان ومنحترمه. وبعدين اشتغلنا مع الريجيسور تبعنا مجموعة شويري وشركة امباكت بيديو اللي عملوا نظموا الإطار تبع الحملة وحطوا فكرة 2054 وفريق السفير طبعا اللي هو ركب المحتوى اللي عم تخيله بده يكون بعد 40 سنة. وعم بديرون هنادي سلمان نوجه له تحية كمان، كان متأمل انها تشارك معنا بهاي الحلقة. هي اللي عملت كل المجهود تنظم الإطار التحريري للمواضيع اللي منشور. يعني حضرتك بتعرف وأكيد ملاحظين هذا الأمر، يعني أنه في بعض الجهات السياسية تيجي بتحط صحيفة السفير مثلا بجهة معينة، وحتى يوجه أوقات نقد كتير قاسي لقلب السياسي أنه هذا خبر مثلا مدسوس أو هذا خبر أراد تمريره عبر هذه الصحيفة أو كذا، يعني وتتعرض لحملات من قبل بعض الجهات السياسية. طب ما بتحسوا حالكم هون انه انتم يعني بمحل من المحلات بالفعل اخذين طرف في هذا الصراع القائم في لبنان؟ نحن نتامل انه ما نكون طرف، لانه نحن خاصه بظل هيدا اذا بدك الانقسام الحاد، نحن من ضد الانقسامات. يعني نحن بنفضل انه الناس تكون على بينه الامور مثل ما هي، اكثر من انه نحن نكون عم نقنع الناس بوجهه نظر معين. نحن عنا موقفنا السياسي بس نحن منا طرف، نحن جريدة. وانت سميتهم حملات، يعني هي في جزء منا يمكن بداعي التحريض على الجريدة او على موقفها، بس هذا الشيء ما بغير من قناعاتنا. وقلت لك نحن يعني اللي الاساس بكيف ننتج اخبارنا هو مهنيتنا يلي عمرها اليوم 40 سنة بالسفير، واللي لما اجت اسست السفير لاسسوها كان عندهم كمان خبرة اطول بالمجال. وأستاذ طلال يعني يمكن عنده خبرة 50 أو أكثر من 50 سنة بالمجال الإعلامي والصحفي يمكن. بهالمعنى مهنيتنا هي اللي بتجي بالدرجة الأولى. هلأ مرات في جهات سياسية بتمرق أخبار، يعني نحن واجباتنا نتأكد أنه هاي الأخبار ما بتأذي بس أو صحيحة أو غير صحيحة بس مرات واحد سميتها يعني تمريقة أخبار مش ضروري يكون بالتواطؤ مع الصحيفة. مرات صحيفة بتوقع بمطبات، الشرط هو أنه نحن نعرف أنه هذا الشيء كان فخ ونرجع بعدين نحاول نصححه. بس ولا مرة كان مقصود نحن أنه نمرق شيء مدسوس. يعني طلبتوا من سياسيين يكتبوا أحلامهم؟ بالفترة لحد هلأ نحن تمنينا ما يكونوا السياسيين ممثلين بالجريدة، لأنه ممكن يكون مثلا أحلام هالسياسيين أنه
يعني تكون بمحل من المحلات تكون مفيدة أو تكون بارزة يمكن. مزبوط. غير الوقائع يلي بيحكوا فيها وغير الأمور يلي بتعطوا فيها. هي هون اليوم إذا هنن سياسيين عم بيمارسوا العمل السياسي هاي فرصتهم يحققوا هاي الأحلام. نحن صفحاتنا مفتوحة للذين لا صوت لهم مثل شعارنا. وجنبنا السياسيين لأنه مش لأنه ما منحبهم ومش شيء شخصي بس أكتر لأنه برأينا نحن أنه القطاعات الثانية اللي هي اليوم بالحياة السياسية اللبنانية مهملة هي بالحقيقة هي الصلب أو الكور يعني اللي بتصنع الحياة السياسية بالبلد مش الحكي بس والهوبرة والتصريحات هي اللي بتصنع الحياة السياسية. مشان هيك يعني ما توجهتوا للسياسيين ولا للأحزاب؟ لا لا ما توجهنا لهم. توجهنا للصناعيين، توجهنا للتجار، توجهنا للمبدعين، للفنانين. توجهنا للي بيشكلوا الحالة الاجتماعية يلي على أساسها بتقوم الحالة السياسية بالبلد. طب اليوم يعني يلي برأيك يلي بيقرأ يلي بينكتب كل يوم تنين عن أحلام أو يلي بيقرأ المضمون الأساسي لجريدة السفير أو لغيرها كمان من الصحف اللبنانية، قديش برأيك هذا المضمون عم بيكون تأثيره على المواطن، تأثيره على الرأي العام بمواجهة وسائل الإعلام الأخرى، بمواجهة التلفزيون، بمواجهة الإذاعة، بمواجهة ما وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك تويتر وكمان المواقع الإخبارية الإلكترونية؟ تأثير مش صغير. لحقلك ليش يعني لسبب عملاني. أنه اليوم أي عنوان بينكتب بجريدة ممكن ينقل على التلفزيونات وعلى التويتر وعلى الفيسبوك وبالتالي بيلاقي انتشار وبيأثر. يعني مش شرط كمان نحن ننقله على حسابنا نحن على تويتر، ممكن أي مواطن قرى عنوان يعمله شيرينج ويتشاركه على تويتر. وهيدي الوسائل اللي هي إذا بدك بتخلق حيوية لانتشار الأخبار أكتر. هون بيصير الأخبار اللي يتم تداولها بشكل أكثر وأكبر هي الأخبار اللي عندها مصداقية واللي عندها هيك قيمة مضافة بتقدمها للقارئ. ونحن عم نطمح أنه يكون أخبارنا بهالمستوى. ساعتها تلقائيا الكل بده يصير يعتمدها كخبر موثوق. بضل طبعا غير نحن وسائلنا بالنشر اللي حكينا عنها أنه نطبع الجريدة ونوزعها ونحط على صفحتنا على الإنترنت هيدا الأخبار. بس ما في شك أنه اليوم في تأثير. المجتمع التواصل اللي تركب هو فعال كتير بنقل الأخبار. يعني بالجريدة بتقرأ الخبر، بتقرأ المقال، بتقرأ الرأي، بتقرأ تحليل، بتقرأ مزبط. بتقرأ كل هذه هي الأمور. مزبط. بس وقت بتقرأهن يعني بلقت هالجريدة وبقرأ قديش يعني التأثير مثلا الرأي أو التحليل أو المقال يلي بتقرأ بيكون كبير عن فرق شخص قاعد قدام التلفزيون أو قدام الكاميرا وعم يحكي عم يتوجه للرأي العام بشكل مباشر. مزبوط. يمكن بالجريدة بتتفوق أنه أنت ساعات بدك ترجع بتقدر ترجع لهالنص لهالمقال، يمكن على التلفزيون شوي يمكن الأمور إذا ترجع لها بس أنه يمكن ما يكون عندك وقت تسمع كل شيء بس وقت بيكون النص قدامك ممكن تقرأه. مزبوط. يعني اللي هلأ نقلوا على المحطة وعم يحضرونا ما عارفوا شو حكينا قبل. صحيح. بس بالجريدة بالآخر موجودة وفيك دايما ترجع لها. هلأ بالمقابل بالجريدة بدك تعمل مجهود شوي إضافي لتقعد تقرأ. صح. وهيدي ثقافة بحد ذاتها يعني بالمجتمع أنه الناس تقرأ، هي مش قصة بس أنه واحد يمسك الجريدة ويقرأ ليكون مثقف بالمعنى، هو أكتر لحتى يعرف أكتر ولحتى يفوت بعمق الأمور. يمكن اليوم بدون ما أكون عم بوجه ملاحظة سلبية بس بالمرئي ومسموع التعمق مش دايما موجود بكل البرامج وبكل الفقرات، موجود يمكن ببرامج محددة أو بمحطات محددة. بالجرائد لا، بتلاقي تعمق أكتر بمجالات الاقتصاد والثقافة والرياضة وغيرها، بتفوت بالعمق يعني واحد. بس كمان بتلاقي بالجرائد تحريض وبتلاقي أوقات عناوين صفرة وبتلاقي. صح. يعني الموضوع موجود. وهيدي بكل المجتمعات في العناوين إذا بدك هيك سنسيشنال يعني المثيرة. مثيرة ايه. يلي انه خد حبعطي امثلة هيك بايخة شوي، انه فلان الفلاني مثلا شي حدا وجه معروف شافوها ماشية مثلا ومش حاطة مكياج. وبصير هيدا عنوان بيقروه عشرات الالاف يمكن مئات الالاف. بينما عنوان تاني يمكن بيحكي عن شي بيمسهم
حياتهم أو بمعيشتهم الناس ما بتنتبه. يمكن العناوين الرصيني ما بتجذب، يمكن العناوين هيك اللي لها علاقة بالحياة اليومية وبالترفيه وكذا بتجذب أكثر. هاي لها جمهورة وهي لها جمهورة ومش اليوم يعني، هذا شيء قديم. أستاذ أحمد سلمان أنا بدي أشكر مشاركتك معنا اليوم، أنا بشكرك فيك بالـ LBC ويعطيكم ألف عافية، إن شاء الله إن شاء الله يعني الأحلام اللي قادرة تتحقق تساهموا أنتم كمان بتحقيقها بسرعة إن شاء الله، إذا كنا هالبلد شوي تتحسن أوضاعه من خلال الأحلام إن شاء الله بنقراهم قبل الـ 54 إن شاء الله قبل الـ 2004 إن شاء الله. رح توقف مع بريك إعلاني ومنتابع نهاركم سعيد. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد من LBCI، وينضم إلينا في هذا الجزء الثاني من نهاركم سعيد الدكتور ألفريد رياشي رئيس التجمع الاقتصادي الاجتماعي من أجل لبنان، ورح نتحدث نحن وياه عن مسألة اللامركزية الاقتصادية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ بسام، وأنا أكيد بتشكرك على دعوتنا على البرنامج اللي عنده ما شاء الله متابعين كتار، وإن شاء الله نقدر نوصل الرسالة بدنا نحكيها معك اليوم. أهلا وسهلا. يعني من يوم عمين حكى باللامركزية الإدارية في لبنان، ورئيس الجمهورية يعني مهتم بهذا الموضوع، وسيكون هناك يعني إطلاق للبدء ب يعني جعل هذه أو جعل هذا المشروع حقيقة. يوم أنتم عم تحكوا باللامركزية الاقتصادية، بتكاملوا مع بعضهم اللامركزية الإدارية واللامركزية الاقتصادية؟ في صراحة لغط بعد بين شيء اسمه اللامركزية الاقتصادية واللامركزية الإدارية. نعم. نعرف كل كتار عالم بيعرفوا أنه فخامة الرئيس كلف الوزير بارود بدراسة ملف، الوزير زياد بارود بدراسة ملف له علاقة بتنظيم وإعطاء مشروع بكيفية تطبيق اللامركزية الإدارية. هلأ المركزية الاقتصادية هي الباب أو الأساس عادة للي بده يلحقها حكما تنفيذ المركزية الإدارية. فاللغط اليوم عم بيكون شوي، يمكن ما بعرف إذا هالمناحية عم تكون إلا بسبب الإعلام أو بسبب يمكن الناس عم تعمل لها كوميونيكيشن. المركزية الاقتصادية اليوم هي بتتركز على تقسيم الثروات و تفعيلها من أجل خلق صيغة تفاضلية أو تنافسية بتودي لتفعيل كل قطاع لحاله. اليوم إذا بنرجع تاريخيا الدولة وللأسف من أولى أثبتت فشلها بتطبيق أو بإدارة المؤسسات العامة. اليوم إذا نقول الماء إذا نكون الكهرباء إذا نكون الاتصالات بمعظمها كانت التجارب فاشلة. فنشأت فكرة اليوم عندها عمرها أكثر من 200 سنة، نشأت فكرة أنه يطبق شيء اسمه لا مركزية اقتصادية، يلي هي بتمهد طبعا لأطر من نوع من المشاركة بين المنطقة أو المحافظة والقطاع الخاص. كيف يعني بس بتكون هذه اللامركزية الاقتصادية؟ يعني اليوم لبنان من لنقول في 10 محافظات أو 9 محافظات، وجينا بدنا نعمل لامركزية اقتصادية، كيف بنعملها هاللامركزية الاقتصادية؟ اللامركزية الإدارية صارت الناس تقريبا فاهمينها، بس اللامركزية الاقتصادية كيف نعملها؟ أوكي. يعني اليوم بجبل لبنان بينجو تفاح، بجنوب بينجو تفاح، بالشمال بينجو تفاح، ما بعرف كيف بنبدأ. صح، في شيء عادة بعلم الاقتصاد بيقول لك الصيغة التفاضلية comparative advantage. comparative advantage أو الصيغة التفاضلية اللي هي بكل منطقة بتصير بتشتغل بمجالها. يعني يمكن بمعرف بالبقاع معروفين، بمنطقة البقاع معروفين بإنتاج العنب وما ينتج عنه مثلا الانبيدي اللي عم نشتغل الزهار، مش معناتها أنا بجنوب كمان بدي أعمل انبيد لأن ما بعطي نفس النتيجة كنوعية كصناعة كخبرة. الموجودة موجودة أكثر بمنطقة البقاع، فهون بده يكون في تقسيم لأنواع الإنتاجية حسب كل منطقة وكل محافظة وكل حدا وكل حدا طبعا بيكون بحسب شو هو مميز. كل منطقة بشو هي مميزة. منقول شغلي هون انه اللامركزية طبعا الاقتصادية والإدارية وبالتالي حتى السياسية هي سلسلة متكاملة. إذا بنرجع اليوم بلبنان وللأسف صار في عدة أنظمة اجت من أيام الحكم الفرنسيين، أو حتى إذا بنرجع قبل من أيام الإمارات حكم الإمارة يعني، لا النظام الفرنسي الانتداب لا 43 لا صيغة الطائف، كلا يمكن شوي بالطائف حكوا عن تطبيق اللامركزية الإدارية، ولكن كلها كانت تجارب فاشلة. لأنه لبنان إذا بنشوفه اليوم متكون من عدة تميزات، في أشياء عامة بتجمعنا أكيد وفي أشياء لها خصوصياتها. هالخصوصيات هالتميز هذا دايما كان هو الثابت، بينما
التوافق كان هو المتحرك. اليوم لقيت التوافق كان قبل من A و B، صار بعدين بين C و A، بعدين بين B و C، فكان دائما متغير. فاليوم صار عندنا حاجة، مش من اليوم حتى من امبارح، لأنه ننشئ نوع من اللامركزية بتتضمن تبتدئ طبعا، لأنه في لغط بالتطبيق الاقتصادي حكم الإداري وحتى السياسي. طيب بس هذه اللامركزية، اللامركزية الاقتصادية أو اللامركزية بكل أنواعها، بدأ بالآخر بالنهاية أنه تثقيف المواطن، تثقيف هذه الفعاليات على كيفية تطبيقها وعلى كيفية إنجاحها بالفعل. يعني اليوم إذا بدك تطبق اللامركزية الاقتصادية مسؤول بالمجال الصناعي، بدك تيجي تخبر هودي الناس أنه أنت اليوم إذا بتعمل صناعة غذائية وين لازم تعملها، وإذا أنت بدك تعمل صناعة تقيلة وين لازم تعملها، أنه هذه الأمور يعني كيف رح تجرب توصل للناس؟ في أول شيء في شيء مشروع حاضر من مشان نحن أول شيء هذا هذا التوجه. أنا بتشكرك سيد بسمع السؤال. نحن حاليا هلا عم نحضر كسيل تجمع، تجمع الاقتصادي الاجتماعي من أجل لبنان، عم نحضر لمؤتمر بينبثق منه خطة عمل لتطبيق اللامركزية الاقتصادية. طبعا كان لنا قبل المؤتمر السابق كان عن مفاعيل الطاقة البديلة وكيفية كيف تكون لها منافع إيجابية على الاقتصاد والمجتمع. المرحلة الثانية هلا بالمبدأ رح يكون هالمؤتمر بالجامعة الأمريكية، هي انه نطلع بخطة عمل لكيفية تطبيق اللامركزية الاقتصادية، لأنه لقينا من بعد بحث وريسيرش واخذ دورات انه المشكلة مش انك اليوم تعمل مشروع محدد، يعني مشروع كيف تضبط الضمان او كيف تضبط النمو المتوازن او كيف تضبط إضاءة معين. المشكلة بالاساس انه عدم تطبيق اللامركزية الاقتصادية، لانه في حال طبقت رح نقدر نوصل لحل لهذيك المشاكل المتبقية. فهذا هو التحدي الأساس. طبعا من بعد المؤتمر بده يطلع مقررات، من المؤتمرات نتوسع من خلال إنشاء وإعطاء طبعا خطة عمل. المرحلة الثانية هي يمكن رح تكون الأصعب، بنقولها للأسف، مثل هذا اللي بده يعمر بيت، جهد والمصاري يمكن والوقت بتجيبه لتعمر هالبيت، بس لتجيب الرخصة هي العملية الصعبة بالأساس. رخصة شو بتكون هون؟ رخصة العمر هون الأطراف تقتنع تتبنيها. عم بحكي الأطراف ككل مش بس الحكومة، إذا في إذا لبنان متبني اللامركزية الإدارية، ليش ما بتبني اللامركزية الاقتصادية؟ اللامركزية الاقتصادية لأنه هي الباب لتطبيق اللامركزية الإدارية. عظيم. هيدا واحد. اثنين، اللامركزية الاقتصادية هي كمان خطة أو منهج عمل، هو بيساهم بأنك تفعل اقتصادك الوطني، اللي هو للأسف منقول كل السياسات الاقتصادية اللي حد هلأ اجت كانت أفشل من بعضها. فحسألك سؤال اليوم، إذا بناخد مثلا وزارة الاقتصاد، فيك تقولي شو بتعمل غير رقابة الأسعار؟ مع احترامي للوزارة اللي إجوا للوزارة ولكيانا، ولكن حتى مراقبة الأسعار هي عم تكون فاشلة فيها. فما مفروض حط هون كل وزارة تاخد أكيد دورة من ناحيتها، عم نحكي كمركزية، ولكن حتى السلطة المركزية مثل ما ذكرنا كانت عندها تجارب فاشلة. عم نحدث وحرج عن الكهرباء ومشاكلها، حدث وحرج عن الاتصالات، عن المواصلات، عن يعني إذا بدك تفتح ليستا ما بتسكر معك. فالديسنتراليزد ايكونومي هو بيخلي انك كل مثل ما ذكرنا منطقه هي تقدر تشتغل على صيغتها التفاضليه، تشتغل على تقويه حالها بمجالات معينه، وكيف كمان تخلق قوه تنافسيه من ناحيه التنافسيه بيننا ومع غير مناطق تانية. اذا رح اعطي اكزامبل مثلا دوله الامارات العربيه المتحده، نعرف مثلا إمارة دبي اللي ما شاء الله عنده النمو صار رجع يقلع بقوة. إمارة دبي اليوم متميزة بالخدمات وبالمواصلات، كونه محطة بيقولوا لهب لكل شيء بتمرق سفن وتجارة وحركة تجارية للمنطقة. نعم. إمارات أبو ظبي يمكن أكثر متجهة للصناعات وللموارد الطبيعية، example بترول. إمارة يمكن أم القوان بالناحية الإدوكيشن والتعليم، يعني كل حدا عنده تميزية معينة، ولو ما عملوا هيك الجميع ما قدروا يفصلوا اليوم عندهم كحجم دولة من أعلى معدلات الدخل المحلي. شغلة تانية، اللي احنا تعودنا بلبنان على عملية الاتكال، اليوم صار مثل في باي، هالباي كبير وولاد صاروا شباب ما شاء الله، كلهم متكلين على الدولة، كلهم متكلين عليه. ما انه صار اول شيء لعنده كان النوهاو الكافية، بهول بيعرفهم
ما بيقدر يطور حاله محل تاني، وتاني شيء صار يعني كبر ما بقى فينا نتكي عليه، صار هالولاد صار كل حدا بده يختص بشيء معين ليقدر يشتغل وينتج. اذا حنضل هيك رح نضل مثل ما نحن يعني ما في. طيب هيدي المركزية الاقتصادية يعني مين بيديرها؟ يديرها القطاع الخاص وتشرف عليها مثلا لنقول هيئات رسمية موجودة بهذه المناطق، صح. ولا مين يعني مين بيوضع سياستها؟ كتصور مبدئي هلأ محطوط طبعا ممكن قابل للمناقشة والتطوير. في عنا الشراكة بدها تكون بين القطاع بالمنطقة ما بنح سميه ما بنسميه هون قطاع عام وقطاع الخاص، لأنه قطاع زي إنه بلدية قطاع عام اللي هو بيمثل سلطة مركزية ولا بيمثل نعم اللي بتمثل سلطة لا مركزية سلطة لا مركزية طبعا يعني الإدارة الإدارة بتكون لا مركزية كمان 100% ما في شيء لا مركزية اقتصادية من دون لا مركزية إدارية 100% بعد ما بلاش تحكي عن المركزية السياسية 100% أول نقطة في شيء عادة منعرفه وكتار عالم بيعرفوه بيقولوا له بي او تي بيلت اوبريت ترانسفير. نحن هون ما رح نفوت بالشيء اسمه بي او تي، لأنه بي او تي بيكون بين مؤسسة خاصة والحكومة. هون بده يصير هو بي او ام يعني مع municipal ام stand for municipality مع البلديات او بي او بي مثل بروفنس يعني المحافظة. هون بده يصير في نوع من الشركة. طبعا المنطقة ممكن تتحف حتى بقلب القضاء او المحافظة، ممكن كمان نعمل مثل مايكرو ديفيجن يعني تجزئة مايكروية لحتى تفعيل سبل التطوير والشراكة بين القطاع الهيئة المشرفة يعني هي إذا قلنا القضاء أو البلدية والقطاع الخاص. من بعد مدي طبعا بهالشراكة هيدي بترجع الإدارة للقطاع المشرف اللي إذا أنه كان قضاء أو السلطة المركزية أو البلدية. طيب هون كمان في سؤال، يعني أنتم من خلال دراستكم لهذا المشروع ومن خلال متابعة لهذا المشروع، يعني برأيك إلى كم منطقة اقتصادية يمكن تقسيم لبنان، وبالتالي إلى كم منطقة يكون عندها اللامركزية الإدارية؟ يعني هل هي الأقضية؟ هل هي المحافظات؟ هل هي أنه بالفعل لا بدك تغير إشي كتير بهذا الموضوع؟ في بعض المحلات يمكن بتطبق نظام المحافظات فيها، بعض المحلات بتطبق فيها نظام الأقضية. مش في نظام موحد، ما في تطبق نظام موحد، لأنه في عدد كبير من التدخلات اليوم موجودة بلبنان بدك تاخدها بعين الاعتبار هالتدخلات. الدراسة اللي بقول مبدئية هي بدأت تطبق ل 12 جزء بياخذ هالأجزاء المحافظات بمحلات والأقضية بمحلات 12 جزء يعني 12 يعني وحدة إدارية 100% صح وحدة إدارية وبينبسق منها كمان بيقولوا سب يونتس اللي هي بدها كمان تشرف على تطبيق بعض المشاريع من خلال مثل ما ذكرت السلطة المايكروية اللي بتكون منبسقة عن مثلا محافظة مثل الأقضية أو بنبسقوا من القضاء اللي هن البلديات 12 وحدة إدارية هن يعني على كل الأراضي اللبنانية هودي بيشملوا كل لبنان صحيح بس 12 وحدة إدارية يعني بتقول إنه بين محافظات وأقضية هون ممكن تكون محافظة كبيرة ويكون كل قضاء كتير صغير يعني بين 12 لأنه على 12 بتقصي صح مش إذا تاخذ اليوم جبل لبنان منطقة جبل لبنان في عندك المتن في عندك توصل للشوف هو اللي اسمه جبل لبنان بس ضمن الوحدة الإدارية كمان في وحدات أخرى طبعاً يعني لأنه تأخذ خصوصيات البلديات تأخذ خصوصيات المناطق الخصوصيات الانتاجية اللي عندها إياها يعني المركزية الاقتصادية بتطال من البلدية وطلوع للمحافظة 100% صح من البلدية وطلوع للمحافظة لتقدر تشتغلها بشكل فعال مع الأخذ مثل ما ذكرت هالعملية التميز الموجودة بكل منطقة أو بكل محافظة بس هون صرت عم تروح على عملية التميز الموجودة بكل ضيعة يمكن أو كل بلدة هلأ بين كل ضيعة وبلدة ما في ما عم لقي فيه كتير هالتميز يمكن كل ما بعت أكتر شوي كل ما عم بتصير هالتميز بيزيد فإذا كان التميز كتير متقارب لأ عم تشتغل على صيغة واحدة ولكن كل ما يبعد هالتميز أكتر كل ما بحاجة أنت تعمل نوع من التقسيمات الاقتصادية والإدارية وغيرها لكيفية تطبيق هالمفهوم بس شو هي يعني البوتنشال الموجودة بلبنان لتعمل لمركزية اقتصادية البوتنشال كبير وين هالقوة موجودة البوتنشال كبير أول شيء إذا بحكيك مثلا عن منطقة البقاع
منطقة البلاء ذكرنا أنه هي غنية بإنتاج أول شيء النبيذ والعنب والكروم والنبيذ اللي اليوم دوبل إنتاجه. كان عندنا بحدود 6 مليون أنينة أو لتر بالسنة إنتاجية، اليوم عم بتكون بحدود 12 مليون أنينة. الشغلة الثانية وهون البعض يمكن بده يستغرب شوي، هي في عندك زراعة الحشيشي. طبعا عم نقول روح يتعطوها هلا مو عم نشجع زراعة الحشيشي في عندك اليوم مشرعوا كتير دول أوروبية لا حتى أنا صراحة شخصيا ضد تشريع للتعاطي، ولكن في إذا استعملت للأدوية اليوم دولة مثل الهند عم تدر عليها الصناعة مليارات من الدولارات. معروف وحسب الأبحاث أنه هالنوعية الحشيشي بتطلع بمنطقة البقاع هي بتعطي من تتميز بجودة عالية. فطبعا بالاتفاق وبمراقبة بين السلطة التنفيذية، يعني عم نحكي إذا كان قضاء مثلا، بده يكون في محورة أو أكيد وشراكة معينة مع القطاع الخاص مع المزارعين مثلا ورقابة لحتى ما يصير في تحوير لأشخاص ممنوعة لتنسيق أو تسويق لمجال الأدوية صناعة الأدوية. ليش بدها تكون بالهند؟ ليش ما بكون أنا بلبنان؟ ليش بدها تكون مثلا باليمن مش بلبنان؟ ففي عندك كتير صناعات اليوم إذا كل منطقة عم تشتغل عليها وعم تنميها رح تعطيها مردودات فائقة الأهمية. هذا طبعا بعد ما حكينا بملفات أخرى بلبنان اللي هي كمان بحاجة دراسة معمقة مثل ملف النفطي والغاز. هون كيف بدك تدخلوا هذا الملف بالمركزية الاقتصادية؟ هذا اللي بيمثل بصراحة هو من أهم التحديات الأساسية، ولكن مثل ما عم بيعملوا بغير دول في بكل منطقة في عندها مساهمة معينة. اليوم إذا بدنا ناخذ حسب الدراسات طبعا عم برجع اللي طلعت من قبل وزارة النفط إن شاء الله تكون دقيقة، طبعا يقدر الثروة النفطية بحدود 400 مليون برميل وثروة الغاز اللي هي أهم بكتير بحدود 900 تريليون أدم مكعب. نعم. يعني إذا نضربها ماليا بيطلع عنا مبلغ يوازي 2 تريليون فاصل 5 إلى 3 تريليون دولار مقسمة على عدد سنين، خلينا نقول 30 سنة هو الأفريج المعدل. فبيطلع عندك بحدود السنة ما يوازي المليار دولار، عفوا ما يوازي المية مليار دولار فبالسنة، يعني ما يوازي بالسنة بالسنة الواحدة، يعني ما يوازي بحسابات تانية 2.5 من الدخل المحلي الحالي اليوم اللي هو بحدود 42 مليار دولار بالسنة الجي دي بي. هالثروة هيدي إذا بجي بقول إذا كانت الإحصاءات دقيقة، لأنه صار في كتير معطيات كل مرة كانت تنقال أرقام شكل، بدي يصير في إلها منهجية عمل بمساهمة من الأقضية والمحافظات. كل ما حدا بتاخد بعين الاعتبار المساهمة تبعيته شو الحجم والتوزيع السكاني. وتوزيع السكاني يعني بتوزع الثروة وفق هذا وفق هذا المعيار. هذا المعيار صحيح وفق هذا المعيار. هلا شغله ثانيه هون بحب اقولها كمان بخصوص هالملف النفطي اللي ما بعرف رجع جمد، ونتمنى ما يكون مرتبط باشخاص اذا شخص بيحركه او شخص بجمده. عملية بعد في إلها كتير تحديات واسعة شاسعة، وبعدنا موجودة هالتحديات، يعني بعد ما لقينا جواب لإلها غير طبعا عن صحة الأرقام، غير اليوم عن التنازع مع الإسرائيليين اللي عندهم بعد منهم مخططين حدودهم البحرية، نزاع مع الإسرائيليين ونزاع مع أبروس مع أبروس ومع حتى سوريا بنقطة اسمها النقطة رقم 7. فهون بعد ما تبلورت كمان نحن شو عنا، يعني بكرة يمكن إسرائيل تطلع بتقلك هالمنطقة لإلي إكس، شو بدك تقول لهم؟ بدك تفوت بمواجهه يمكن، او بدك تاخذ قنوات تانية. في كتير تحديات بعد ما فينا نقول بعد الثروه صار بايدنا. والتحدي الاخر هو كمان بدي اقول هون عائب على نقطه، لما نحكي الثروه اللي بتجي هي مش ثروه ما بتجي دغري للقطاع التنفيذي، ما راح تكون دغري على جيبك والله طبعا يعني. مش جيب المواطن، لان في قسم بده يروح للشركات المنقبه ولشركات المنتجه وقنوات التوزيع اللي بدها تصير، وقسم بضل لك ك دولة أو أقضي. الشغلة الثانية هي لبنان مساهمته شو راح تكون؟ طبعا في شركات أجنبية هي اللي عم تشتغل، راح يكون أكثر مساهمته هي لوجستية، تأمين بعض اللوجستيات لهالقطاعات الموجودة.
والرقم الالي طبعا ما بيتضمن بعد ما ينتج عنه من مواد، لانه بنعرف انه في بيقولوا له الباي برودكت اللي هي الزيوت والكيماويات اللي تنبسي عن وهي بتقدر بيصير كبير. مساله يعني اللامركزيه الاقتصاديه، قلت انه لازم تسبق او هي الباب للمركزيه الاداريه. صحيح. بس اليوم بلبنان عم نجي نحن نحكي باللامركزيه الاداريه قبل ما نحكي باللامركزيه الاقتصاديه. يمكن البعض يفكر انه زعملنا لمركزيه اداريه ممكن يروح على باقي الامور. صح. هل 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 ناقشتوا يعني هذا الموضوع مع المسؤولين اللبنانيين المهتمين بهذا الموضوع خصوصي مع رئيس الجمهوريه؟ صحيح. نحن من فتره كان لنا زياره لنقدم له المشروع اللي عملناه اول شيء لفخامه الرئيس، وناقشنا طبعا امكانيه يكون في لهم مساهمه بهالمؤتمر، خاصه انه هن كانوا من الرواد حاليا عم نحكي بالفتره الحاليه بمجال تطبيق او اعطاء خطه عمل بمجال اللامركزيه الاداريه. نحن كان في مناقشه كانت ايجابيه، يمكن بعض النقاط اللي هي بدها تتبلور اكثر هي انه نطلع بخطه متكامله اقتصاديه الاداريه وحتى ممكن تودي لسياسيه، لانه في كثير كنا اول من المنادين بانه كثير بينقذوا بس يسمعوا الاقتصاد هو اللي بيعمل لازم السياسي، مش السياسي تعمل الاقتصاد. لبنان للاسف العمليه معكوسه، بأي دولة لا، هو الاقتصاد بحرك كل هذيك الأمور إن كان الإدارة وبالتالي السياسة. العالم بتنقذ، ما بعرف ليش بتنقذ، لأنه بعتقد حتى لما نقول يوم لا مركزية أو لا مركزية، حتى إذا نروح للناحية السياسية لا مركزية من وسط بقسم البلد، يعني بقسم البلد اقتصاديا، يعني لا بقسمنا إياه سياسيا، بقسمنا إياه إداريا، لا بالعكس، لأنه بالعكس نحن كنا رفعنا شعار لا للتقسيم نعمل لا مركزية، لأنه حتى للأسف إذا نرجع شوية تاريخيا عن تاريخ الحديث، البعض يمكن من حتى اللي عملوا له بروموشن للفكرة ما كانوا عارفين برك الفرق، عارفين الفرق بين شو، بين اللامركزية والتقسيم. اللامركزية شيء بالعكس بتنظم هالتميز الموجود، والتقسيم شيء تاني، التقسيم يعني بدك تعمل دول وجمهوريات وحدود، كليا شيء فكرة مختلفة كليا تانية. هلا بدك تقلي إنه دولة الإمارات هي دولة مقسمة مثلا؟ لا، في اسمها دولة، في إلى رئيس واحد، في إلى خارجية وحدة، في إلهم حتى جيش واحد، ولكن في اتفاقية على اتفاق بين الأطراف طبعا بين الإمارات إنه كيف كل حدا بياخد مسؤولية معينة وفي مجلسه. وبدي أعطيك سؤال تاني، نحن ببلد فيه هالتنازعات هيدا قلنا من عشرات السنين، طيب جربت حل اثنين ثلاثة، ما بجرب هذا الحل بالقليلة؟ طيب شو المانع؟ البعض ما بعرف شو يمكن عنده تخوف غير مبرر. هلا بدك تسالني رايي الخاص وراي يمكن كتار من العالم، انه في مصالح الشخصيه او مصالح اللي ترتبط ببعض الاشخاص اللي او حتى المجموعات اللي بقصد مجموعات تبع هون ممكن تكون احزاب منروحه اللي هي عم بتكون خايفه من هالمفهوم هيدا. هالمفهوم بالعكس بيعزز الشراكة، بيعطيك حلول لتنمية البلد، ولكن بيتطلب طبعا توافق جميع الأطراف على تطبيقه. إذا في طرف كان مش فايد بهالعملية العملية ما رح تكون إلى عازي، ما بيمشي الحال. طيب هتوقف مع الإعلان ومنتابع نهاركم سعيد. ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد مع دكتور ألفريد درياشي وموضوع اللامركزية الاقتصادية. طب وقت تطرح بدك تعمل لامركزية اقتصادية بالبلد، ما بتاخده بعين الاعتبار يعني الوضع الاقتصادي ككل الموجود في هذا البلد، الوضع المالي، الوضع يعني كلها تفاصيل الوضع الاقتصادي؟ طبعا الهدف اليوم من تطبيق مثل ما ذكرنا عملية اللامركزية الاقتصادية هو تحفيز وتحوير الاقتصاد اللبناني. اليوم إذا بنرجع اليوم على شو قائم الاقتصاد اللبناني، قائم بالأساس على قطاع الخدمات. قطاع الخدمات بيمثل بيزيد 1-2% كل سنة مارج، بحدود 74% من الدخل الناتج المحلي أو جي دي بي. المشكلة وين؟ إنه كل ما عائلتين يتخانقوا بلبنان هالقطاع الخدمات عم ينضرب أو عم ينشل. فاليوم صار عندنا حاجة لإعادة تحوير هالاقتصاد من اقتصاد بحت أو متكي بأكتريته على الخدمات لاقتصاد إنتاجي يتكل على شغلتين، الإنتاجية ذكرنا examples من شوي، والمعرفة، اقتصاد المعرفة بيقولوا له knowledge economy.
كونه بلبنان معروف بموارده بطاقاته بهالمجال وبطاقاته العلمية والبشرية، فممكن نستغل هالعامل هذا لنقدر نخلق صيغة تفاضلية على دول أخرى بالمنطقة. الوضع مثل ما هو اليوم عم بيكون مزري، حتى إذا بدي ضوي شوي على السياسة المالية الحالية، يعطيهم طبعا ألف عافية المسؤول القيمين على السياسة بالتحديد النقدية، عم نحكي عن مصرف لبنان من ناحية أنه عم بيكونوا بالإنجليزي بنقلها risk averse، يعني عم بيكونوا متحسبين للمخاطر، ولكن هذا الشيء كمان عم بيكون له انعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي. من أي ناحية؟ كونه في نسبة كبيرة من موجودات المصارف اللي هي طبعا موضوعة من خلال مصرف لبنان عم تستثمر بسندات الخزينة. نعم. وهالنسبة الكبيرة لما عم نستثمر بسندات الخزينة عم بيكونوا هالمصارف مأمنين على دخل ثابت صحيح، بيقولوا free of risk، ما في مخاطر، مخاطر كتير جدا متدنية، ولكن بذات الوقت ما عم نقدر نساهم بهالكم الهائل من 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 السيولة، إنه نساهم بوضعها بخدمة المواطنين والتجار لحتى يحركوا بعجلة أفضل العجلة الاقتصادية. طبعا صار، ما بدي انكر هون، صار بعض المبادرات من حوالي السنة وثلاث أربعة أشهر، نحط بحدود المليار ونص مليون دولار، من فترة حطوا حوالي 400 مليون دولار أو 500 مليون دولار لخدمة قطاع التكنولوجيا، ولكن هدول كانت مبادرات بنظري الخاص، بنظر كتار خجولي. ففي عنا اليوم تحدي انه هالنسبة العالية اللي كانت اكتر حتى قبل كانت بحدود 60% عم بتساهم بالنمو الاقتصادي كما يجب. والعامل الثاني هو العامل السياسي اللي ما عم نوصل لاتفاق محدد، لانه الكل صار عم يتدخل بامور ما خاصوا فيها، صار فيها مثل هيدا البالون، صرنا ننفخ البالون ننفخ البالون ننفخ البالون، بالاخر فقع. كل الاطراف بدها تفوت بنزاعات اقليميه او اكثر من اقليميه، بعد شوي رح نفوت بالازمه الاوكرانيه، وما منا بعد يمكن هالقد نكون قد هالتحدي. طبعا هو عم بيحكي عن بهذا الجو، بهذا الجو ما فيك تعمل هيدي المركزيه الاقتصاديه بهذا الجو بعدم رضا الاطراف الحاليه. طبعا ما فيك تعمل شيء، ما فيك تعمل دوله بالاساس. طيب، اللي هي بالاخر اليوم يعني المركزيه الاداريه، طيب نص عليها اتفاق الطائف صح، ولليوم نحن بعد هذه المركزية لم تتحقق ولم تطبق. مزبوط. يعني إلى هذه الدرجة يعني يشكل هذا الموضوع يعني عائق أمام الجهات السياسية في لبنان؟ صح. اليوم إذا طبقت المركزية، السلطة المركزية وبالتالي عدد كبير من القيمين على السلطة المركزية رح يفقدوا جزء كبير من صلاحياتهم. إذا أخذت بأبسط مثال حكينا عنه من شوي، الخصخصة. إذا خصخص أنت بعض القطاعات، طبعا حتى لو كان ضمن خلال شراكة بين السلطة القيمة أو القطاع العام أو القطاع الخاص، رح تفقد بعض الوزراء الصلاحية بأنه يستفيدوا أول شيء من هالوزارات ومن أنه يوظفوا محسوبيتهم فيها. لبنان نشأ، إذا برجع كمان للتاريخ، على شيء كان اسمه من إمارة لإقطاع، لا تحولت لأحزاب، ما فشلت كلها أو بأكتريتها بأنه تنتج مشاريع منتجة للبلد. شعارات كان ما شاء الله إنتاجها بكم وافر، بس بالفعل ما كان في إنتاجية أبدا. فهالشي هيدا أدى أنه تطغى السلطات أو القطاعية اللي عم تكون على صعيد الخاص عم ناخد فيها أو صعيد المجموعة، مصلحة المجموعة، أنه نحط محسوبيات. وهالمحسوبيات لما عم نحطها الأشخاص عم بيكونوا قيمين على إدارة هالشؤون، عم بتأدي لعدم تطور العامل الإداري أو الاقتصادي أو حتى السياسي بمحلية كتار. فليش عم بيصير في هالشي هيدا؟ لأنه مثل ما ذكرنا، لبنان قائم على عدة، طبعا في كتير نقاط بتوحد، ولكن في كتير نقاط متميزة، ما في شيء أكيد بفرق، ولكن في تميز بيناتها. هالتميز هيدا لازم يحترم، وإذا ما احترم ولا قاله صيغة طويلة الأمد، رح نضل كل فترة عم بيصير في نزاع بين طرف وطرف وطرف آخر. هالتميز يعني بتقصد فيه يحترم من خلال اللامركزية، من خلال تطبيق اللامركزية الموسعة.
صحيح، من خلال تطبيق المركزية الموسعة بيلاقي لها طبعا صيغة بحث معمقة. هالشي هذا بده يخلق من خلال لازم يكون مؤتمر موسع بضم كل الأطراف، وياخدوا شوي مسؤولياتهم أكتر من هيك، ما يرتبطوا ما ياخدوا ارتباطاتهم بالجهات الخارجية. هذا بده يرتبط مع السعودي، وهذا مع الإيراني، وهذا مع الأمريكاني، وهذا مع الفرنسي، وهذا مع تترستاني. فكل هالعوامل هذه لازم تتاخد بالمصلحة الأولى، مصلحة البلد، ونتفق على صيغة تساهمنا بقى أنه نحدد أطر لتنمية هالبلد. ولا ما بعرف شو الحل. تحكي عن 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 لامركزية، عن لامركزية الموسعة، كانت لامركزية اقتصادية ولا كانت لامركزية إدارية؟ بس تحقيق هاتين المركزية، اللامركزيتين الاقتصادية والإدارية، تلقائيا بده يؤدي إلى لامركزية سياسية. صح صح، ليش مركزية لا؟ سياسية شو شو، كل منطقة بتحكم حالة بحالة يعني؟ لا، في عندك دولة اليوم الإمارات، في دولة مركزية موجودة، في دولة مركزية موجودة، ولكن في منطقة كمان عندها خصوصيتها، كل مطرح عنده، كل مكان عنده خصوصيتها بعيته، هالخصوصيات هذه لازم تحترم. كيف فيك تطبق هالشغلة؟ منا أكبر من الإمارات. من يعني عطيت مثلا الإمارات، سكان الإمارات بيجوا 700-800 ألف نفر شخص مواطن، طبعا في أجانب، ولكن أجانب منهم مواطنين. يعني ما بيجوا تلت أو ربع سكان لبنان، أقل من ربع سكان لبنان موحن ليك محليهم. بدي أسألك سؤال، أعطيني شي دولة عم تطبق النظام اللامركزي فيها خلاف. بالعكس مرتاحين. سويسرا بينشأ خلاف سياسي، ممكن ينشأ خلاف نشأ سياسي. حاطيك بلجيكا نشأ بلجيكا خلاف، ضل سنتين هلا من فترة شكلوا حكومي، ولكن ما تأثروا بشي. كل الإطاعات ضلت ماشية، كل المصالح ضلت ماشية، كل الاقتصاد حتى بعده عم بينما إيجابيا، لأنه مطبقين مفهوم اللامركزية. طب مثلا بكندا كيبك إجيك بدها تعمل انفصال عن الدولة الكندية. صح، هيدا صار موضوع تاني هون. صار في تقسيم، يعني بدها تعمل دولة مستقلة، مستقلة ايه، ورجعوا بعدين لقوا لا أفضل نضل مثل ما نحن. يعني كان يمكن هيدي الفترة اللي كانت عيام ديغول، شارل ديغول لما راح وقال هلا عن جديد كمان، ورجع من فترة مضبوط انشئت في طبعا بعض التيارات بتطالب استقلالية تامة، لقوا انه مرحلية معينة ما عم بيكون في تطبيق مدروس للمركزية الإدارية والاقتصادية وغيرها، فبعض طلب انه يكون هاللامركزية. كان في شغلة هون بدي اقوله، في نقاط كمان تميز لما نحكي بكيبيك وغيرها أكثر من النقاط اللي بتوحد، يعني لبنان وكندا في يمكن بعض الاكزامبليت او الامثال اللي ممكن تصح، وفي بعض الامثال اللي هي بتفرق اكثر، يعني عوامل التفرقه هي موجوده اكثر بكثير من العوامل اللي بتجمع. العامل الوحيد يمكن بيجمعهم هو بعض الجغرافيا والجنسيه، بس في اللغه مختلفه، التقاليد مختلفه، حتى ببعض المحلات الطائفيه بتختلف. يعني في كمان بلبنان في اختلافات، في اختلافات طبعا، وهناك في اختلافات، في اختلافات طائفيه، وفي اختلافات مذهبيه، وفي اختلافات يمكن يعني لها علاقه كمان ب في مناطق عند التوجه السياسي بنسبة 95%. صح، 100%. من هيك اتجاه. من هيك في حاجة اليوم لتبني أسس اللامركزية لتنظيم هالاختلافات، وفي أسس تانية اللي بنتفق عليها ومتوحدها كمان رح يكون إلها أطر محددة. فمن هيك في حاجة لوجود نظام اللامركزي من هالنظام المهتري اللي ما عم بينتج عن أي إيجابية، وعم بينتج بالعكس عن خلافات، لأنه صار في صعوبة بأنك تجمع هالتناقضات الموجودة، ولما عم تجتمع هالتناقضات عم تجتمع مرحليا، وعم تنتج من بعد فترة إشكالية، لأنه كل طرف عم بيحاول يكون عنده السيطرة الأساسية على مقدرات الدولة المركزية. لما طرف معين، دون ما نفوت كل مرة كان في حدا صورة معين أو ممثل معين بهالأطراف، كل طرف ما ياخذ عم بياخذ هالمبادرة بأنه يستحوذ على هالسلطة المركزية، عم بيخلق نزاع مع الأطراف الأخرى. فلما يكون في اتفاق على شو حدود هالسلطة المركزية وشو حدود السلطة المركزية، صار الكل مفترض يوصلوا لحل بريح كل الأطراف والأفكار. بس هذه اللامركزية يعني بتزيد من الأعباء على المواطن أو بتريحه؟ بتزيد بتزيد عليه من الأعباء، من الأعباء الضريبية، بتزيد عليه من الأعباء. إذا اليوم كان في ضريبة عم تنفع هالمواطن وعم بتساهم بنموه، بنمو مجتمعه، بنمو قدراته الإدارية والاقتصادية، شو المانع؟ الطاقة بعطي اكزامبل الضروري، اليوم بعض المناطق ما بيدفعوا كتير على الطاقة، وبعض المناطق بيدفع بتوصل فاتورة الكهرباء الطاقة غير عم نحكي الكهرباء الدولة بحدود $200-$300 بعد بمعدل عادي، عم نحكي مش انه بيكون عندهم الاستهلاك الواسع. طب ليش؟
لأنه في إدارة خاطئة من السلطة المركزية لها القطاع وفشلت، مش أنه حكومة بقى. حتى إذا إجت حكومة أخذت الإدارة المركزية بتنجح أكثر برأيك؟ طبعا إدارة المركزية بتاخذ مسؤولية، لأنه الامباورمنت السلطة بتتحول للسكان بالمنطقة. هن بيصيروا بيشيروا بيحطوا هالشخص أو هالمجموعة، هن بيكونوا مؤثرين، هن القوة المؤثرة الأساسية بهالسلطة، وهن اللي بيدفعوا نحو يبقائها وتغييرها، يعني بيكون عندهم القدرة على المحاسبة. حتى يمكن البعض يقول انه ما انت عم تعطي هون قدره للاحزاب، بالعكس الاحزاب انا برايي على المدى الطويل المدى القصير يمكن رح يكون هذا سلطه، ولكن على المدى البعيد لا، لانه رح تصير الاحزاب بدها تتنافس بين بعضها لارضاء المواطن ضمن محيطها. دكتور الفريد رياشي، بدي اشكر مشاركتك معنا اليوم بالنهار، وسهلا فيك، ومشاهدينا ايضا بدي اشكركم على متابعه هذه الحلقه، والى اللقاء.